بسم الله ولا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. احنا في سوق كفر الزيات النهارده، وتعالوا نشوف الجمال والبعارير عاملين النهارده. السلام عليكم يا معلم. ورحمة الله وبركاته. ازاي الحال يا باشا؟ القطن انا اهو. عايزين نعرفوا الاسعار ايه النهارده في الجمال. الواحد عامل كام من دول؟ هو ب 13 ونص. ذكر ولا انتاج؟ 13 ونص؟ 13,000 ونص؟ اللهم صل على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. على الجمال والبعرير يا جماعة، 13,000 ونص. تعال معايا هنا. اللهم صل عليك يا نبي. الله أكبر. طب واللي جنبه ده؟ كلهم زي بعض. كلك ب 13 ونص. 13 ونص. اللهم صل عليك يا نبي. أنتوا منين يا باشا؟ في مركز تلبرد محافظة البحيرة. جيلشان. الله يبارك لك يا معلم. مركز تيل بارود جيلشان. اللهم صل على النبي. البعرير يا جماعة اهيت. الواحد بسبعة ونص. 13 ونص. الله يبارك لك. والاخراني ليه؟ 11 ونص. اللهم صل عليك يا نبي. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي. لا اله الا الله. الله اكبر. البعارير يا جماعه الجمال اهي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. علاء اسمه حمد الفقار اللي بيجي هنا الضياع. اه هو دي. ممكن رقم تليفونك؟ ابن في دبي. 010 1 3 1 3 9 8 9 9 9 9 5 2 5 2. اسم حضرتك؟ عبد الله ناجي. عبد الله ناجي. منين يا عبد الله؟ جيلشان مركز البارود محافظة البحيرة. جيلشان مركز سيل بارود محافظة البحيرة. الله يبارك لك. صباحك زي الفل ومتشكرين يا معلمي. صباحك ابيض.